السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندهاش فترة شهر في فرنسا قالوا بلي يجب تجربة الدواء في أفريقيا، ما عندهاش أيام بسيطة فقط بروبورتاج تكلم بالسؤال الجزائر، وما عندناش يعني يومين في أمريكا تم قتل يعني بطريقة وحشية شاب ولا جن ولا رجل أسود البشرة من طرف الشرطة الأمريكية. يعني الناس اللي تقول العنصرية ما كايناش في الموند، ما كانش عنصرية في العالم في الوقت الحالي، نقول لكم ربي يهديكم خاوتي خواتاتي. اليومنا هذا مازال الناس ومازال واحد الأرباب تاع العمل لما يشوفوا اسمك محمد واسم المنافس تاعك فلويد ولا اسمه جاك ولا اسمه مارتان ولا اسمه يعني اسم من الأسماء الأعجمية، يفضلوا هذا مارتان بغض النظر عن باقي السيفي تاعك. في أحد القنوات الفرنسية داروا واحد التجربة، كان في فرنسا وحتى في جميع البلدان، هذوك الناس اللي أجروا بيوتهم يعني ديروا إعلان عن بيت يعني فيه غرفتين ثلاث غرف، رقم الهاتف لمن يريد أن يؤجر البيت، يعني قاموا بالاتصال بحوالي 40 أو 50 إعلان، وهذاك التجربة مصورة إن أردتم ننشرها لكم يعني في الكوميونيتي تاع قناتي تاع اليوتيوب. يعني قاموا بالاتصال بكل رقم هاتفي في المرة الأولى، يعني اتصلوا به مرتين، يعني داروا 80 اتصال ولا 100 اتصال. في المرة الأولى يتكلم على أساس أنه اسمه عربي، يعني اسمه عبد الرحمن جيباوي عفسكي منال، وفي المرة الثانية يتكلم على أساس أنه اسمه فرنسي، يعني فرانسوا جاك مارتان. المهم دائما وأبدا بنسبة 90% كل ما يتكلم ذلك صاحب الاسم يعني العربي يقول لهم اسكو المنزل مازال متوفر، يقولوا لا يعني عندي طلبات قبلك وسيتم تأجير المنزل هذا الى اخره، ولما يتكلم الفرنسي يقولوا مازال متوفر المنزل مرحبا بك في اي وقت. يعني في خلال هذا التجربة قاموا بها مؤخرا في فرنسا، يعني تجربة توقظ ارواحنا وتوقظنا يعني حنايا من وتكفنا على ابلال انفسنا. المهم خواتي اخواتي، الامر الذي اريد ايصاله لكم وليس يعني نبذ ولا كره الناس ولا كره البشر الاخرى. في امريكا يعني الشرطه قتلت هذا الشاب، يعني اعتقد بان معظمكم شاهدتم في ذلك الفيديو الذي تم فيه قتل ذلك الشاب اللي في عمره يعني ما وصلش 50 سنه على حسب ما اعتقد. المهم يعني فلويد هو الضحية، فلويد هذا شاب رياضي يعني توقفته الشرطة من أجل استجوابه، والشرطة في أمريكا عندها ذلك القانون تاع أنك يعني إذا استعملت مع القوة تستعمل معك القوة، وبإمكان أن الشرطة الأمريكية أنها تقتلك إذا قمت بإخراج سكين ولا قمت بإخراج أي نوع من الخطر يعني ضد الشرطي، وهذا قانون يعني يسمح للشرطي طخ ولا رمي الرصاص الحي على أي واحد يوقفه. يعني أنت مثلا ما تكونش تفهم اللغة الإنجليزية وتكون في أمريكا يعني خطر عليك، يعني يوقفوك في السيارة أنت تدير أي ردة فعل يعني ما تفهمش، هو ممكن يقول لك ولي يديك انت ما تفهمش دير يدك داخل جيبك ولا دير، يعني ممكن يشك فيك في اي لحظه من اللحظات يطلق عليك النار. يعني هذا هو القانون الامريكي وهذا هو الشيء اللي لابد لكم تعرفوه. وهذا فلويد يعني ما تمش قتله بالسلاح لانه ما قامش بالاعتداء على الشرطي بالسلاح، وانما تم قتله يعني بطريقه نوعا ما عنيفه جدا، يعني الشرطي قام بوضع رجله على رقبته، يعني وهذه معامله نوعا ما متقبلها الشعب الامريكي وانا شخصيا ما نتقبلهاش، لانه كان يقول له اي كانت بريث، قال له مانيش قادر نتنفس. يعني الصور لي زيماج هذوك اثروا فيها بشكل كبير، يعني صراحه امور مازال نشاهدوها في 2020 امر حزين جدا والله يحزن الانسان على هذا الامر. وزيد يعني بعد هذا الحادثة وبعد وفاة هذا الشخص يعني قامت السلطات الأمريكية والشرطة على هذه المنطقة بإطلاق الفيديو من كاميرا جو برو في الشرطي، ولكن هذا الفيديو يعني زاد الشعب غضبا، يعني زادهم غضبا ووضح لهمش الأمور. وكذلك إذا ما أردتم مشاهدة الفيديو نديره في الكوميونيتي، لأنه هذا الفيديو يعني جاي من صدر الشرطي قام بتصوير الحادثة ولكن ما قامش بتصوير يعني إلى غاية وفاة ذلك فلويد. يعني كان لابد على الشرطة إن كانت يعني تعمل تريد أن تعمل بشفافية أكثر كانت لابد عليها أنها تصور يعني اللقطات حتى وفاته، يعني باش الناس تعرف كيفية وفاته، هل كانت هناك مقاومة، هل كان هناك أي سبب خلى الشرطي باش يدير تلك الطريقة يعني لإيقافه. المهم الفيديو هذا فيه 20 دقيقة ما فيه حتى لقطة تنفع، الأشخاص اللي كانوا حاضرين في الفيديو قاموا بتغطيتهم باللون الأسود، يعني أمور غير واضحة نهائيا، وهذا ما خلى الشارع الأمريكي يصب جام غضبه على السلطات الأمريكية، يعني ومظاهرات منذ يومين أو ثلاثة أيام تقوم بها يعني مجموعات كبيرة من الشباب في أمريكا
امريكا، وحتى الناس الكبار وحتى النساء صغار خرجوا احرقوا سيارات شرطة، هاجموا يعني مراكز الشرطة، والشرطة قامت بالخروج يعني بقوتها المسلحة وقوتها المدرعة من اجل حماية مؤسساتها، ولكن ما تمكنوش. وفي العديد من السجلات الصوتية في امريكا يعني يقولوا باللي خصنا رجال شرطة، محتاجين رجال شرطة، ما عندناش رجال شرطة كافيين، يعني خاصة في المنطقة اللي قاموا بقتل هذا الشخص، يعني امور ما يشتشكون. ولكن خواتي اخواتاتي، من اجل وضع النقاط على الحروف، من اجل توضيح الامور اكثر، جبت لكم فيديو يعني عن العنصرية في كرة القدم وما زالت حاضرة الى يومنا هذا. اخواتي شوفوا معي الفيديو وانا متأكد انه راح يأثر فيكم بشكل كبير. شوف يعني هذا لاعب مانشستر يونايتد، يعني شوف يرموا عليه لو انه اسود يرموا عليه، يعني شوف قاموا يعني امر خطير. شوف 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 الكلام يعني اللي يسمعوه، يعني قرد يسموه، اسود يسموه، عبيد يسموه، كل انواع. شوف شوف كاين بعض اللاعبين يتاثروا كاين بعض اللاعبين ما يتاثروش، يعني او يعني يحاول تبرير يعني حتى الحكام ما عندهمش. شوف 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 يعني العنصريه ليس ضد اصحاب البشره السوداء فقط، حتى لما يكون يعني شخص من اوروبا الشرقيه في اوروبا الغربيه يعني يسخروا منه يكونوا عنصريين معه، وإن كان شخص يعني من آسيا كذلك يسخروا به، وإن كان شخص أيضا من إسبانيا أو إيطاليا يسخرون به. شوف ماتويدي هو الآخر تأثر بالكلام العنصري، إيطاليا مشهورة بالعنصرية في كل مرة كرة القدم، يعني ماتويدي يريد. شوف شوف وهذا خطأ يعني أنك ترد عليهم، يعني من لاعب لابد اللاعب يكون عنده. شوف 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 العنصريين كلهم عندهم نقص في العقل تاعهم، يعني وهذا اللاعب إذا تكلم شختار هنايا يعني في الدنمارك يتكلم يعني فليعلم. شوف يبكي، شوف شوف يعني باش يوصل لاعب ورجل مثل هذا ورياضي وعنده سنوات من الخبره وسنوات باللعب تحت الضغوطات باش يوصل يبكي، فاعلم انه يعني الموقف ما فيش ضحك وما فيش تمسخير، يعني الموقف فات حده وزاد عن حده، يعني هذا اللاعب يبكي لانه كثروا عليه، يعني حتى ممكن مشجعي فريقه هم العنصريين، يعني اعطوه عبارات عنصريه. شوف ستيرلينج في مانشستر سيتي، في شوف يعني بعض اللاعبين يتاثروا، بعض اللاعبين يردون عليهم يعني بطريقه نوعا ما استفزازيه. شوف يعني يتكلم عن الحكم ولكن الحكم ما عنده ولا شيء، الحكم ما يتحكمش في الاف من الجماهير الحاضره في الميدان، يعني العديد من اللاعبين خرجوا على سيطرتهم في المباريات. شوف يعني شوف راح يعني شوف 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 يعني افضل رد هو النجاح يا صديقي. هذا اللاعب مش فعله يعني بوبكار خرج بطاقة حمراء، كوليبالي هذا يعني هنا ضد الانتر، نابولي ضد الانتر يعني بسبب العنصرية يخرج من أرضية الميدان، وحتى لاعبين المسلمين يعني يعانون من العنصرية. شوف يعني هنا يواجههم مباشرة، يواجه الجماهير العنصرية كل واحد وطريقته في الاحتفال، يعني يقول لهم رجاء توقفوا. ماريو بالوتيلي هذا شوف 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 ماريو بالوتيلي يفد الكرة ورمى عليهم الكرة، يعني خلاص العنصرية يعني زادت عن حدها. ماريو بالوتيلي يعني خلاص. شوف داني الفيس هنا هو الاخر عانى، يعني بروم يعني انه بشرته ليست سوداء ذهب لبيض. شوف كلا البنانة يعني في لقطة صنعت تاريخ، يعني قلت لكم كل لاعب كيفاش كان، يعني داني الفيس كان بامكانه انه يخرج ويتاثر ويبكي، ولكن داني الفيس الفد الموزة وقام باكلها ردا عليهم، انا هنا انا معكم قولوا ما تقولون والكلام في ارضية الميدان. شوف يعني انا كولومبيا عفوا يا 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 هذا اللقطة. شوف اللقطة العنصرية، شوف شوف اللقطة من هذا اللاعب الكولومبي، يعني لقطة غير محترفة نهائيا، يعني لقطة عنصرية لقطة عنصرية. شوف شوف لاعب بورتو هذا الآخر، يعني العنصرية هذه في سنوات شو يطلب تغيير، يعني خلاص يعني يوصل لاعب إلى حد من التحمل، ولكن لما يزيد حد يعني يزيد الامر عن حد ويتوقف عن. شوف 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 انا ضد اتلتيكو مدريد، يعني ما يحس بالجمرة غير اللي كواتو ديغو كوستا والاخر عانى من العنصرية، او صامويل ايطو في سنوات قديمة. صامويل ايطو يقول لهم خلاص اتركوني ودعوني وشأني، ما نلعبش انا، لأن معظم اللاعبين عانوا وخاصة اللاعبين اللي عندهم بصرتهم سوداء. والله حرام عليكم حرام. أو ماريو بالوتيلي، ماريو بالوتيلي يعني ماريو بالوتيلي عنده يصنع الجدل لأنه ما يرضاش، ما يرضاش يعني ما يرضخش.
العنصرية شوف يبكي يعني الأمر ليس سهل. الأخير خوتي خواتاتي نتمنوا بالخير والحمد لله على نعمة الإسلام، ولكن الشيء اللي أثر فيه أكثر هو أنك تسيب مسلمين عنصريين فيما بيناتهم. ربي يهديكم وتعلموا أنه من أكبر الكبائر. خوتي طالوا في روحكم، بيس، السلام عليكم، ودعوا بالخير لعالمنا، ودعوا لي بالخير وندعي لكم بالخير حتى أنا. السلام عليكم.